من داخل متحف التراث الشعبي بواحه الدخله. بنرحب بحضرتك، نعرف بسيادتك. انا سامي مشعل من متحف التراث الشعبي بالدخله، موظف تابع للهيئه العامه لقصور الثقافه ثقافه الدخله. فالمعلم سمعنا ان الوزير النهارده ان شاء الله في زياره لمدينه الدخله. باذن الله، احنا عندنا علم من كام يوم ان السيد الوزير يتشرف بزياره الدخله والخارجه، فهيجي يوضع حجر الاساس لتقديم وتطوير مجلس الثقافه للدخله. تمام. تبع البرنامج برضو احتمال، برضو وارد احتمال اكيد ان سيادته هيشرفنا في متحف التراث الشعبي، هو السيد المحافظ وادي الجديد والسيد الدكتور رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه الدكتوره فوزيه ابو النجا وكيل اول وزاره ورئيس اقليم مصر وجنوب الصعيد، هيشرفونا طبعا النهارده والساده الضيوف والسيد رئيس مركز المدربين للدخله الاستاذ سيد محمود ومجموعه من الضيوف طبعا، وهيشرفونا لزياره المتحف ويضع حجر الاساس للمبنى الثقافه للدخله ان شاء الله، ونعشم طبعا الزياره دي هتكون عائد خير على الدخله ان شاء الله وعلى الثقافه عامه والثقافه خاصه، لان احنا في يعني دلوقتي يعني احنا في اشتياق ان احنا نعمل انفتاح للثقافه هنا ونطورها ونحدثها طبعا ونمشي مع العصر. خطتك وان شاء الله يكون زياره الوزير اسراء للثقافه في الوادي الجديد باذن الله، وتلفت انظار العالم كل الوادي الجديد وللثقافه الجميله اللي عندنا، الثقافه المتنوعه. شكرا جدا لحضرتك. شكرا.